احنا حقيقه دكتورنا العزيز يعني قالنا كلنا امل كلنا شوق للاستماع الى هذه السيره الرائعه. اشكركم وندعوكم للاستماع والمداوره والنقاش وان شاء الله دائما طيبين. ونستطيع ان نقول انه لقاء دبلوماسي ثقافي او ثقافي دبلوماسي. فالثقافة والدبلوماسية تظهر في هذا الرجل في أبهى صورها، في حضرة اللباقة واللياقة والسيرة الممتدة، السيرة الذهنية الزاخرة والسيرة الوجدانية العامرة، بفيض من العلاقات الإنسانية شديدة التنوع والتعددية والاتجاهات والتجارب والقدرة على الاستيعاب والتصالح. وهذا باختصار هو ديدن محمد حسن البرغطي، منذ أن عرفته في منتصف الثمانينيات حين كان يرأس المجلة العربية العريقة، مجلة الثقافة العربية، التي كانت محتضناً ووجهة لمفكرين وأدباء وصحافيين وأكاديميين وفنانين ينتمون لتيارات شتى وينهلون من مشارب عدة، لكنه استطاع أن يكون بين ذلك قواما وأن يجعل من هذا التنوع الثقافي والفكري مشهدا ثقافيا بديعا متوائما، لا تصادميا بل متكاملا ولا عدوانيا. هكذا كان محمد حسن البرغثي وهو لم يبلغ بعد عقده الثالث، يقود حركة ثقافية تعددية في محيط كان على قطيعة مع التعدد وعلى انفصام مع التنوع وعلى ضيق يصل إلى حد الكراهة مع الآخر. استطاع البرغثي أن ينأى بمشروعه الفكري والثقافي عن الصراعات والتجاذبات والمناكفات، فاتسع لمحمد المفتي ولعلي الساحلي ولحسن السوسي وعلي الفزالي وعلي فهمي خشيب وإدريس المسماري ومحمد الشرطاني وحسين مخلوف وخليفة الفاخري وأنيس السنفاس وعبد المولى الحرير وهليل البيجي وعبد الرازق بخيل وراشد الزبير السنوسي وزينب شاهين وسكينة بن عامر وليلى الميهوم وتهاني دربي وفاطمة البرفلي وإلهام بن علي، ولكل تفكيره ولكل أجندته وطريقته. السيدات والسادة، لو يتسع المقام لأطلنا في المقام ولدينا ما نقول، لكنها توطئة كان لا بد منها حتى نعلم من هو محمد حسن البرغثي الدبلوماسي المثقف والمثقف الدبلوماسي الذي حمل الثقافة معه في الحقيبة الدبلوماسية. لك الحديث يا صديقي، وكلنا طوق وشوق للإصغاء لما في الأوراق وما وراء الأوراق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم النبي الهاشمي القارئ الصادق الأمين. أيتها السيدات، أيها السادة، في البداية أود أن أعبر عن سعادتي لوجودي بينكم ومعكم في هذا اللقاء الذي تحتضنه وترعاه مؤسسة علمية وطنية، مؤسسة تميزت وأثبتت جدارتها في ظل ظروف بالغة الصعوبة، وبوجودها وتماسكها وعطائها وتميزها أكدت أن إرادة الإنسان في هذا الوطن إرادة قوية تبعث الأمل وتجعلنا أكثر ثقة في المستقبل بإذن الله. الشكر والتقدير لأسرة الجامعة الدولية ولرئيسها الأخ العزيز الأستاذ الدكتور محمد سعد مبارك. سنوات في الأردن أوراق سفير،
سنوات أمضيتها سفيرا لبلادي لدى المملكة الأردنية الهاشمية. أتيحت لي فرصة أن أشهد أحداثا وأن أعرف أشخاصا كثيرين. لقد تأبطت أوراق اعتمادي أكثر من مرة، وشددت الرحال إلى بلد عرفته قبل أن آتي إليه، وعرفته أكثر بعد أن أتيت إليه، وأحببته بعد أن عرفته وعرفت أهله. وحسب قواعد الضيافة العربية فإن البيوت تفتح للضيوف، أما في الأردن فقد فتح لي الناس قلوبهم وعقولهم، فكانت لنا لقاءات وحوارات. وعلى الضفة الأخرى من نهر الأردن كانت فلسطين القضية التي عشتها منذ الصغر، وهنا وجدت نفسي قريبا من فلسطين ومن أهل الدار، بل أصبحت من أهل الدار. وهنا استمعت إلى أشعار محمود درويش وقرأت كتب إدوارد سعيد، وهنا أفطرنا معا زيتا وزعترا وسياسة. وفي عمان كنت على موعد مع بابل وأشور ودجلة والفرات ونازك الملائكة والسياب. هنا كان العراق حاضرا شامخا بتاريخه وصراعاته ورجالاته. وبعد كل تلك السنوات وجدت في حوزتي مجموعة من الأوراق قرأتها وأعددتها. وفي هذا اللقاء الذي لا أريد له أن يكون محاضرة بالمفهوم التقليدي لذلك، ولكنه سيكون عرضا لبعض المحطات وتصفحا لبعض الأوراق في هذه المسيرة الدبلوماسية التي عملت خلالها كثيرا وتعلمت خلالها كثيرا أيضا. أود أن أتقدم بالشكر للأخوين العزيزين، للدكتور مفتاح طويلب والأستاذ جابر، على كل ما ذكر. ولكنني أود أن أشير أنه أتيحت لي فرصة للجلوس على أكثر من مقعد، معلما في الجامعة ورئيسا للتحرير وسفير، ولكنني غادرت هذه المقاعد جميعها. المقعد الوحيد الذي احتفظت به وأعتز به هو مقعد الطالب. لا زلت طالبا أجلس على هذا المقعد أتعلم، وكل يوم أتعلم جديد. وهذه الخلاصة التي خرجت بها في هذه المسيرة. دعنا نبدأ من نقطة البدء، الطريق إلى عمان، وكيف بدأت هذه المسيرة. عندما كنت معلما في الجامعة اتصل بي الأخ الصديق الأستاذ عبد الرحمن شلقة، وكان يشغل وظيفة أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وهي وظيفة وزير الخارجية.
وطلب مني الحضور إليه في طرابلس. لم أكن أعرف ماذا كان في جعبته، ولكن العلاقة بيني وبين الرجل القديمة عندما كنت رئيسا لتحرير المجلة وكان هو على رأس الإعلام في ذلك الوقت. زرته في مكتبه وأخبرني بأن سيكون لنا لقاء خاص في بيته وعلى الغداء، وبالفعل استضافني الرجل وكان لنا حديث طويل، وقال لي بالنص: عليك أن تختار أين تريد لأن تذهب أمينا لمكتب شعبي أو مكتب الأخوة، وهي وظيفة السفير. استغربت في عرضه وحاولت أن أناقش في الأمر، فقلت أنا الآن استقريت في الجامعة وباقي في بنغازي. قال لي بلغة الدبلوماسية الهادئة، قال لي: أعتقد أنه وجهة نظري أنك يعني تذهب في هذا الاتجاه في هذا التوقيت، وهي سنوات أربع وعندئذ لكل حادث حديث. وبالفعل استعرضنا يعني، وكان كريما معي في عرضه، استعرضنا أكثر من مكان يعني، بدءا من الإمارات إلى البحرين، وكانت وجهة نظره اختيار مكان على يعني يتناسب معي وهادئ، فكانت البحرين، الإمارات، تحدثنا عن الجزائر، طرح أكثر من موقع وأكثر مكان. في نهاية اللقاء تركت الأمر لتقديره على أن نتواصل في وقت لاحق، ولكن الطريق إلى عمان لم تكن سهلة ولم تكن ميسرة كما اعتقدنا في ذلك الغداء. ذهب الرجل بأوراقه يحمل اسمي ضمن القوائم المرشحة، وكما ذكر ذلك الآن في كتاب له صدر أخيرا اسمه سنواتي مذكراتي، وبالتحديد في الصفحتين 186 و187. عندما عرض الاسم في أمانة مؤتمر الشعب العام، كان هناك من جانب أحد الأعضاء الأمانة وذكره اسمه، كان هناك اعتراض شديد، وقد ذكر بالنص كما أوضح الأستاذ شلقم أن البرغثي بكل أسف يعني هذا التعبير القاسي الذي استخدم في ذلك الوقت، أن البرغثي مكانه السجن وليس السفارة، لأنه كان ضد ثورة 7 أبريل. اشتد النقاش في تلك الجلسة، ثم ذهبوا فيما بعد إلى العقيد معمر القذافي لكي يفصل في هذه المسألة. وفي جلسة يعني كما يذكر الأستاذ شلقم، حضرها الدكتور البغدادي المحمودي الذي كان على رأس اللجنة الشعبية العامة، وأصحاب بعض أعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام. طرح الاسم مجددا وقيلت نفس الاعتراضات مرة ثانية، ولكنه للأمانة وللتاريخ، لأن العقيد القذافي حسم الأمر وقال هذا شأن تختص به اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي ولا يتدخل فيه أحد. وهنا أريد يعني أن أتوقف عند هذه الجزئية. ربما تحدث الأستاذ جابر عن التجربة السابقة التي حدثت في مجلة الثقافة العربية. كان في تلك الفترة ربما كان لدينا تفكير مختلف، ويعني أعود إلى الذاكرة بأن يعني أنا يعني تم إبعادي من الجامعة، وتم عندما تم ترشيحي معيد في الجامعة تم
يعني اتخذ قرارا بكل أسف بالإبعاد من الجامعة، واللي تدخل أيضا في الأمر في ذلك الوقت وأعادني للجامعة هو أعادني العقيد القذافي. ولهذه يعني حادثة، لأنني زارنا مرة من المرات في الجامعة، وكنت ندرس في قسم الاجتماع في السنة الثالثة، وكان هناك برنامج في الجامعة سمي برنامج تثوير المناهج، فكل قسم كان يحضر أساتذة الجامعة ويتم اختيار طالبين من كل قسم من هذه السنة من هذه السنوات، فتم اختياري ضمن الطلبة، وكان العقيد حاضرا لذلك الحوار، وكانت أمامه المناهج توضع كاملة. فأول مادة أخذت في ذلك الوقت كان تاريخ الفكر الاجتماعي، درس يعني وقف الرجل قرأ بعض الأسماء، وجد روسو، فولتير، أوجست كونت، سبينوزا، فرمى الورقة وقال لا علاقة لنا بهذه الأسماء هنا التي يتم تدريسها. يعني أنا كنت في ذلك الوقت لم يتحدث أحد من الأساتذة، كنت طالبا صغيرا، ربما كانت علاقتي بالكتاب علاقة مبكرة، وأيضا إدراكي للمخاطر فيما يتعلق بهذه المسائل لم يكن كبيرا. فتحدثت وقلت له بأن هذا هو المكان الذي ينبغي أن تعرض فيه كل الأفكار الإنسانية، وينبغي أن تدرس. في ذلك اللقاء تحدثنا أكثر من مرة، وقلت له أيضا أن الحضارة الإسلامية قد استفادت من حركة الترجمة. عقب اللقاء مباشرة يعني كلمني وقال لي يعني ما كانش عندي هذا التصحر، كان عندي شعر مسكني معاه، قال لي انت شو اسمك؟ اسمك فلان. خذ ورقة صغيرة وسجل الاسم وطواه ووضعه في جيبي. يبدو ان في برنامج من البرامج وصفت في تلك الفترة بأنها قد تكون برامج ثورية، كان اسمي مستهدفا. الرجل يتمتع بذاكرة يعني حقيقة استثنائية، لما شاف الاسم قال هذا مش العير الصغير هذا، لا جيبوه لي. وفعلا يعني جيت في تكلموني، كنت هنا ليلى كانت في وقت متأخر، التقينا وكان جالسا في حاوية بيدفع على نار، يعني برويطة نار لقيت فيها، فجلسنا. كان معاه جالس عبد الله السنوسي. فأول كلمة لما أنا دخلت قال لي قلت لك وأنا ما خليتوش، قلت له بارك الله فيك. دار حوار في تلك الجلسة استمر 3 ساعات تقريبا، كان حوارا عاصفا، يعني تحدثنا في كل شيء. قال لي أنا تو فهمت، قال لي لما أنا نسمع فيك وانت تحكي كنت سألت نفسي بهذا التعبير، العيل هذا حافظ والله فاهم. قلت له ويش رأيك؟ قال لي يبدو أني اكتشفت أنك تفهم أكثر مما ينبغي أن تفهم، واعتبارا من هذه اللحظة أنت لا علاقة لك بهم، أنت يعني قال لي أنت تفهم ومثقف، فتبقى العلاقة بيني وبينه. أوردت هذه القصة لكي أوضح بأن هذه فتحت أمامي أفق مختلف كلية عندما ذهبت إلى الأردن، حيث أن فترة عملي بكاملها في الأردن كانت كل الملفات بيني وبين الرجل مباشرة، وهذه مسألة بالغة الأهمية. فمن تلك اللحظة
بدأت سلسلة من اللقاءات وسلسلة من الحوارات إلى أن ذهبت إلى الأردن، وهذا هو السبب في موقفه وتأكيده على ضرورة أني أنا نذهب إلى الأردن. خلال الفترة التي كان هناك مد وجزر فيما يتعلق باتفاق أمانة مؤتمر الشعب العام على قائمة هذه الأسماء، تم التأكيد بأنني سأذهب إلى الأردن. حوالي 6 شهور كانت فرصة سانحة واستثنائية بأن أقوم بقراءة والاطلاع على ما له علاقة بالأردن. وبالفعل حجم المعلومات التي توفرت لدي وحجم المعرفة بالأردن ساعدني كثيرا في لحظة الوصول. ذهبت إلى هناك، وصلت إلى الأردن، أخذت أوراق اعتمادي ليتبين لي فيما بعد، وهذا طبعا يعني أشياء تبقى للتاريخ، بأنه قد بذل جهدا من جانب بعض الأطراف الليبية لدى الجانب الأردني لكي لا يتم الرد بالإيجاب على قبولي، وقد أبلغت بذلك من جانب أعلى مستوى في الأردن. حقيقة الرد كان من الملك عبد الله الثاني، قال لهم بالنسبة لي وطبعا بعض الأطراف الليبية التي كانت لديها خطوط اتصال، يعني لا تقبلوا هذا الرجل، ربما ستكون لدينا فرصة ليتم اختيار أحد قريب من العائلة. فكان الرجل يعني رد الرجل دون أن يعرف أنا من أكون، وهذه ميزة تحسب للأردن، قال لهم ما يختاره العقيد القذافي بالنسبة لي أنا يقبل، هذه مسألة تناقش هناك ولا تناقش في عمان. هذه الأردن دولة حقيقة الأمر بعد هذه السنوات 15 عام التي أمضيتها، ويمكن لي القول أنني خبرتها وعرفتها، يحترم فيها هذا الجانب المؤسسي إلى حد كبير. ما هو شخصي في بعض الأمور لا يؤثر كثيرا. ذهبت إلى هناك مع معرفتي بأنني ذهبت وأمامي إرث ثقيل جدا في العلاقة الليبية الأردنية. هناك الكثير من المسائل التي إذا وضعت أمامي حتما ستكون المهمة بالنسبة لي ليست سهلة. ضف إلى ذلك أن توكل إلى المرء مهمة تمثيل نظام ذو صبغة ثورية لدى دولة بنظامها وإرثها الملكي، أيضا مسألة ليست هينة على الإطلاق. على أي حال أخذت أوراق اعتمادي وذهبت هناك، وذهبت إلى وزارة الخارجية، وكانت البدايات إلى أن حدد موعد تقديم أوراق الاعتماد. وقبيل هذا الترتيب كان هناك موعد مع أخ عزيز الآن وصديق معالي مكرم القيسي، كان مديرا للمراسم ومن الشخصيات المحترمة جدا وتولى العديد من المناصب، كان سفيرا في أماكن مهمة وكان وزيرا. جلس الرجل معي وقدم لي الدليل الإرشادي لكيفية تقديم أوراق الاعتماد، وكان يشرح. فبلغني هنا في قصر زهران وفي هذه القاعة
وكان هناك رسم يوضح ذلك، ستقدم أوراق اعتمادك لجلالة الملك، ثم بعد تقديم هذه الأوراق وعلى بعد خطوات قليلة ستضع أكاليل من الزهور على الأضرحة الملكية وهم الملوك المؤسسين. فيعني استوقفني ذلك وسألت سؤالا تقليديا لا يعني للغاية من وضع هذه الأكاليل، يعني أريد أن أفهم. فأبلغني بأن هذا في العرف هو نوع من التقدير والاحترام لهؤلاء الملوك. سألته مجددا عن المسافة بين المكانين، فقال لي سيرا على الأقدام. قلت له يا سيدي، هذا المشهد الذي رسمته ألا تعتقد أن هناك معنى أعمق وأبعد من ذلك؟ استغرب. قلت له في هذه القاعة سيكون وسأشاهد عظمة الملك، وعلى بعد خطوات قليلة وقصيرة سأشاهد نهاية الملك. أعتقد أن هذه الحكمة الهاشمية العميقة هي عنصر مهم من عناصر استقرار هذه الدولة، لأن الملوك في هذا المكان أدركوا بأن المسافة ليست بعيدة وليست كبيرة، ويرونها قريبة بين قاعة ملكهم ونهاية ملكهم. يبقى الشيء الأهم، هذا الأردن في البدايات. للأردن باب كبير، وبابه الكبير هو الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. بدأت خطواتي الأولى في سلسلة من اللقاءات التقليدية، وهذا في العرف الدبلوماسي أن السفراء الجدد يذهبون للقاء المسؤولين في الدولة في لقاءات قصيرة مختصرة يطلق عليها في الغالب زيارات مجاملة. أذكر كانت لي في البداية زيارة لمدير الأمن العام الفريق محمد ماجد العيطان. هذا الرجل ووظيفة الأمن العام في الأردن وظيفة بالغة الأهمية، فذهبت للرجل وكانت سلسلة قراءاتي قبل ما أذهب إلى الأردن، كنت أعرف أن هذه العائلة تنتمي إلى قبيلة بني حسن. فتحدثنا في الجوانب الاجتماعية وقبيلته الحراحشة، واستمر بنا الحديث بدل من هذه الدقائق العشر حوالي ساعة. خلال هذه الجلسة اقترب الرجل، مشكور سيدي، اقترب الرجل وأخذ الهاتف واتصل بالديوان الملكي، اتصل برئيس الديوان فقال له سلم لي على جلالة سيدنا، وقول الفريق محمد قال لك حدد موعد باش تشوف السفير الليبي الجديد وأنا حنحكي معك. فاجأني حقيقة الرجل بما قال. قال يا سيدي أنا بنوضح لك شيء مهم للغاية، العلاقة بيني وبين جلالة الملك تختلف عن أي علاقة أخرى. أنا كنت على رأس القوات الخاصة الأردنية وأنا اللي أسستها. سلم لي الملك حسين أمانة في عنقي عندما كان ملازما صغيرا وتربى معي في هذه المؤسسة، وأنا أيضا اللي أمنت استلامه للحكم والملك بعد وفاة الحسين مباشرة. العلاقة بين الرجلين كانت وطيدة. شكرته على ذلك، ولم يمضي يومين اثنين إلا ووجدت نفسي في أول لقاء
مع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. حدد الموعد، جئت في الموعد المحدد. حقيقة الأمر كما ذكرت ذلك في محطات في كتاب شخصيات، يعني منذ البداية كنت مسكون إلى حد كبير بتفاصيل متعلقة بالملوك وقصور الملوك، ولكن البداية كانت مفاجأة لي حتى من الحراسة البسيطة التي كانت محدودة للغاية. كان ضابط في الحرس الملكي استقبلنا في المدخل، دخلنا مكان فسيح ومساحات جميلة خضراء إلى أن دخلنا إلى بداية المكتب. مدير المراسم الملكية كان في الاستقبال، أخذني إلى قاعة صغيرة جلست، قال لي حيكون في اللقاء رئيس الوزراء الأردني جلالة سيدنا طلب منا الحضور، وهو دولة المهندس نادر الذهبي. فعلا وصل رئيس الحكومة في الموعد المحدد، ذهبنا مع خطوات محدودة مع رئيس الديوان. وجدت الملك واقفا مرحبا مبتسما، استقبلنا بكل ترحاب، جلسنا، كان بطبيعته ودودا كريما، يعني اقترب بي حتى من مقعده وسألني: سيدي إن شاء الله مرتاح في الأردن، أنا سمعت عنك كلام طيب من جانب أردني، هذا الذي جعلني أن أراك. طبعا عادة العلاقة بين الملك والسفراء حسب العرف، السفراء علاقتهم مع وزارة الخارجية حسب الإدارة المختصة، رئيس وزير الخارجية هو الحد الأعلى، أما بالنسبة للملك فهذه يعني مسألة أخرى. في تلك اللحظة يعني وجدتها فرصة مهمة للإجابة على بعض الأسئلة التي قد تكون عالقة في ذهن الجانب الأردني. فمنذ البداية يعني شكرت الرجل على إتاحة هذه الفرصة للقاء، وأوضحت له بأنني جئت لمهمة محددة، وهي بناء علاقات طيبة بين البلدين، وأنا أدرك تماماً بأن الأمر هذا ليس هيناً وليس سهلاً. وأوضحت له بأن مهمتي تماثل إلى حد كبير هي مهمة هندسية لبناء جسر بين ضفتين، وكما يشير المهندسون بأن هذه الجسور لن تكون التي تبنى لن تكون متينة وصالحة للاستخدام إلا إذا كانت قواعد التثبيت عند كلا الضفتين متينة. أوضحت له بأنني على الضفة الأخرى سأحاول، وهي مهمة ليست هينة، ولكنني يهمني كثيرا على هذه الضفة. الرجل التقط مباشرة ما ذهبت إليه وقال لي: علاقتك بهذا المكان، هذا رئيس الديوان وهذا رئيس الحكومة، ومن هنا ننطلق. قلت له أيضا بأنكم تعودتم على سفراء يأتون من وزارة الخارجية مباشرة، ولديكم القدرة على التعامل مع هذا النوع من السفراء، وأيضا تعودتم على سفراء يأتون إليكم من خلفية أمنية، وأنتم أصحاب كفاءة واقتدار في التعامل مع هذا النوع. أما سفير يأتي من الجامعة مباشرة دون أن يمر على وزارة الخارجية فهي الحالة الماثلة أمامكم. أود أن أؤكد لك يا سيدي، وقلت له هذا الكلام بشكل صريح، أنا أدرك وأعرف جيداً أن هناك إرث ثقيل في هذه العلاقة،
كانت له أسبابه في ذلك الوقت، ولكن أتمنى أن لا يكون هذا الإرث عائق أمام تطوير هذه العلاقة. ولكن هذا الأمر لا يتأتى بسهولة من جانبي إلا إذا كنت سنداً بالنسبة لي. من هو أمامك؟ معني كثيراً بتلك الكلمات التي ستكتب قرين اسمه يوماً، ومعني أيضاً بالأثر والإرث الذي سأتركه خلفي في هذا المكان. أتمنى أن تساعدني في إنجاز هذا العمل وفي أداء هذه المهمة. الأردن يستحق أن تكون له علاقات غاية في الوضوح. وهنا أحببت أن أشير بأن كانت هناك نوع من العلاقات بين ليبيا والأردن تمر عبر قنوات خاصة، وهذا سبب نوع من الاضطراب ربما السنوات التي فيما بعد أوضحت لي الكثير من المسائل والتفاصيل في هذا الجانب. من تلك اللحظة كان الرجل واضحاً وصريحاً والتفت إلى رئيس الحكومة الذي كان جالساً، وبالمناسبة رئيس الحكومة منذ ذلك اللقاء دولة نادر الذهبي، وهو من الشخصيات التي عملت مع الملك حسين وعملت مع الملك عبد الله، بقي إلى يومنا هذا صديقاً شخصياً، وحرص يوم أن قدم استقالته للملك ثاني يوم مباشرة اتصل بي بالهاتف، قال لي: يا أبو مصعب، لقد كنت في موقع أجبرت فيه على أمور كثيرة لأن أتحدث مع أناس لا أريد أن أتحدث معهم، وأن أستمع إلى آخرين لا أريد أن أستمع إليهم. اليوم أصبحت حراً، بكرة حنتعشوا مع بعض. من ذلك العشاء أصبح بيني وبينه تقليد، كل أسبوع نتعشوا مع بعض معنويا، نتحدث في كل هذه الشؤون، ودائما مازحا بنقول يعني يعرفهم في الأردن طبيعة العلاقة الحميمة بيني وبينهم، فبنقولهم هذا موصيني عليه جلالة الملك أبو حسين في أول لقاء، هو اللي عرف بيننا، ولذلك التزاما بهذه التوصية استمرت هذه العلاقة. العلاقة مع هذا الرجل امتدت وتعمقت، وكما عبر عنها معالي ناصر جودة وزير الخارجية الأردني الأسبق قائلا بأن العلاقة الوحيدة التي تربط جلالة سيدنا بسفير هي علاقة بالسفير الليبي التي لا علاقة لها بالعلاقة بين الزعيمين أو بين البلدين. فعلا العلاقة أصبحت متينة، وكانت هناك محطات مهمة جدا في هذه العلاقة، طبعا كثيرة. تعلمنا في العمل الدبلوماسي بأنه ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يسمع يروى، لكن ثم مسائل مهمة للغاية أو أنا اخترتها بعناية لتؤشر لطبيعة العلاقة بين البلدين وأين وصلت. العلاقة في محطاتها المختلفة ليست يعني لم تذهب كما أردت لها، والإعاقة كانت موجودة.
وبكل أسف أيضا المصداقية في بعض الأحيان كانت غائبة. ولذلك اعتمدت بالنسبة لي منهجا غاية في الوضوح، لا أبرر خطأ ولا أدافع عن باطل، وهذا الأمر يعني أوضحته لكلا الجانبين، رغم أنه في أحيان معينة وبكل أسف كانت من جانب الإدارة في ليبيا لتمرير بعض الإجراءات أو بعض الرسائل بعيدا عني، ولكن حقيقة الأمر وهذه لله وللتاريخ أن الملك وقد أبلغني ذلك بأنه أعطى تعليماته بأن كل ما يتعلق بالشأن الليبي ينبغي أن يوضع السفير الليبي في ذلك، وكان هو شخصيا يوضحني في أكثر من المسائل. وأذكر حادثة مرة مع العقيد القذافي، فحكيت للعقيد في مسألة معينة فرفع عيونه فوق ونزل، قال لي أنت كيف عرفت؟ فقلت له مازحا، قلت له قائد يعني واحد بيقرأ في مدرستك هذه هل يسأل هذا السؤال يعني؟ قال لي لا أنت هلبت مدرستي غالتها مرة واحدة. فقلت له، قال لي بس هو كان حريص يريد أن يعرف المصدر، فقلت له الملك عبد الله. قال لي هو حكى لك؟ قلت له هو حكى لي. طبعا يعني عندما بتكون هناك ثقة والملك عبر عن ذلك بشكل صريح يعني، وهذه الأشياء أذكرها وهذا الكلام بالنسبة يعني أخوه في الأردن يعرفونه جيدا، فقال لي أنا حالة الصدق الوحيدة التي تعاملت معها في هذا هو تعاملت معك، ولذلك أنت بالنسبة لي لست سفير، أنت صديق. ولذلك عندما استقلت في بداية الأحداث في فبراير، الرجل يعني استقبلني بترحاب وباهتمام، ورغم خروجي من الموقع إلا أن العلاقة بقيت كما هي، وهذا يحسب للرجل ويحسب للدولة الأردنية. من أهم المحطات اللي مرت في العلاقة الليبية الأردنية والجديرة بالذكر، في جلسة مع الملك حدثني عن الظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة اللي بتمر بها الأردن. الأردن بطبيعته يعني شحيح في موارده، اقتصاد له وضع خاص مختلف، هناك ندرة في المياه، هناك مشكلة في الطاقة، لذلك يحتاج إلى العون، يحتاج إلى الدعم، يحتاج إلى الإسناد. تحدثت مع العقيد القذافي أكثر من مرة في هذا الجانب، حقيقة كان يستمع بتركيز إلى كل ما أقوله، ولكن يعني ما يعطيش في إجابة قطعية، يقول لي زين زين. طبعا هذا الأمر سيجيب عنه الدكتور البغدادي فيما بعد، المحمودي بعد ما خرج من طرابلس وذهب إلى أبوظبي، فجرى حديث بيني وبينهم فأوضح لي بعض المسائل وبعثها لي مكتوبة يعني كتابة مهمة جدا لكي تعرى فيما بعد. فلما كنت في جلسة مع الملك كان معه أيضا ناصر اللوزي رئيس الديوان، قال لي وضعنا الاقتصادي بالغ الصعوبة، وشرح لي بعض المؤشرات وبعض الأرقام، يعني حجم الدين الخارجي كبير، العجز في الموازنة كبير. قال لي ماذا تستطيع يعني على رأيه وعند تعبير استخدمه يعني الزلمة صاحبك هل يستطيع أن يفعل شيء في هذا الجانب؟ فقلت له أنا سأعرض الأمر عليه.
تحدثنا معه يعني كعادته في تلك الجلسة بالذات. أنا كانت في ذهني فكرة معينة طرحتها على الملك، قلت له أنا عندي فكرة لم أتحدث فيها مع العقيد القذافي، ولكنني سأتحدث فيها معك. وحدثني عن حادثة، يعني الأردن دائما نتيجة لمواقفه ووضعه يتعرض إلى ضغوط من جانب بعض الأطراف العربية، ولكن مدرسة الأردن في التعاطي مع المسائل الدبلوماسية فيها الكثير من الحنكة والهدوء والعقلانية إلى حد كبير، لا تتسم بردود الأفعال. فقلت له أنا عندي مقترح أرجو أنك تفكر فيه بعناية. أنا لم أتحدث فيه مع العقيد القذافي، لكن أعتقد أنه مفيد للأردن كثيرا. إيش رأيك لو ذهبنا في اتجاه ترتيب صيغة اتحاد عربي بين الأردن وبين ليبيا؟ قلت له تبقى الأمور كما هي، الأردن بملكيتها وليبيا بجماهيريتها، وتنشأ صيغة اتحاد عربي. قلت له أنا هذا الأمر سيكون مفيدا كثيرا للأردن في تقديري، سواء كتب لهذا المشروع النجاح أو مجرد تسريبه سيؤدي إلى إعطاء عنصر قوة للأردن. شرحت له الصيغة، استجاب للأمر، قال لي أنا ليس لدي مانع في ذلك. ذهبت إلى ليبيا، التقيت بالعقيد القذافي، فقلت نمازحا، قلت له لما نجيبوا سفير ما لهش علاقة بالخارجية ممكن يورط البلد كلها. فقال لي فيش ورطنا؟ قلت له ورطتك في مشروع وحدة. كيف؟ قلت له الأردن. وشرحت له المسألة بأنه يمكن أن تكون هناك صيغة. قلت له هذا المكان بالغ الأهمية، المنطقة هذه منطقة الصراعات، منطقة الحضارات، منطقة الأديان، منطقة وجود اليهود في هذا المكان تحظى باهتمام عالمي كبير ودولي كبير. أعتقد قلت له أي لاعب سياسي في هذا العالم يستهويه أن يكون قريبا من هذه المنطقة، ستكون على حدود السعودية، ستكون على حدود العراق، ستكون على حدود سوريا. قال لي أنا موافق. قلت له وهل مستعد للإعلان الوحدوي في عمان؟ قال لي أنا مستعد للإعلان الوحدوي في عمان. جيت لعمان، الملك طلب مني شيء، قال لي تلتقي برئيس الحكومة، وزير الخارجية، مدير المخابرات، رئيس الديوان، أشرح هذا الأمر لهم. قال لي وأعتقد أنك أنت قادر أن تقنعهم بذلك. تحدثنا في هذه الصيغة، ولكن طبعا طلب رئيس الحكومة وقتها سمير الرفاعي أن نتأنى في هذا الأمر. على حال مرينا في هذه التجربة بمحطات مختلفة. مسألة مهمة جدا أود الإشارة إليها، وهي لها علاقة بالوضع الليبي الحالي الآن، إن آخر 2010 وقبل بداية فبراير استدعيت للقاء الملك، ولم يكن في مكتبه، كان في مكتب رئيس الحكومة. كان رئيس الحكومة سمير الرفاعي، وجدت الملك ورئيس الحكومة ورئيس الديوان. وعادة يعني الملك بيزور مقر رئاسة الحكومة، لكن ليلتقي برئاسة الحكومة ليس للمقابلات. فمجرد دخولي وقف رئيس الحكومة ورئيس الديوان وغادروا المكان وتركونا احنا الاثنين. قال لي سيدي انا بنحكي لك على موضوع مهم جدا، وانا اعرف انك يعني رجل وطني ورجل يعني ذكر. قال لي بلدك كان في خطر،
ننبه إلى ذلك، اهتموا بلدكم. محطات أخرى يعني عديدة في هذه العلاقة طبعا لم يسمح للكثير من المسائل من جانب يعني الإدارة في ليبيا في تلك الفترة أنها تسير بشكل اعتيادي. ذهبنا في اتجاه عقد اللجنة العليا الليبية الأردنية، وبكل أسف يعني منذ البداية وضعت عوائق بين الطرفين، كان أبرزها منها منع في اجتماع اللجنة العليا يعني منع الدواب الأردني من الدخول للأسواق الليبية، ومنع الشاحنات الأردنية للدخول عبر الحدود. ما حكيت مع رئيس الحكومة في ليبيا في ذلك الوقت، قال لي هذا قرار اللجنة الشعبية العامة، فذهبت أنا للعقيد. يعني قلت للليبيين بيعالجوا في الأردن، ما يستوردلهمش في دواء مبرر، يعني يجعطوا فيهم في دواء أردني، يعني هل هذا الدواء يصلح في الأردن ولكن لا يصلح هنا؟ قال لي هذا كلام منطقي كله. فكلمهم وقال لهم مباشرة هذه الأشياء كلها تتم. الملفت للنظر أيضا لما تم هذا الأمر في اجتماع اللجنة العليا في طرابلس وكنت حاضرا، دكتور البغدادي وقف قال لي فيش حاجة أخرى تبيع الأردنيين؟ قلت له والله هذه يعني أنا مصلحة بلدي في المحل الأول يا دكتور. فكنت واقف أنا وياه ورئيس الوزراء الأردني قبل ما بنوقع على الاتفاقيات. طبعا وصلنا إلى إنجاز 12 اتفاقية بصعوبة بالغة يعني، وبشهادة الدكتور البغدادي التي بعثها لي مكتوبة حول هذه المرحلة، ومن المهم أنني سأقرأها نصا لكي يعني نضع لهذا الملف. فاستأذن الدكتور البغدادي وأخذ دولة نادر الذهبي في اجتماع مغلق لمدة 15 دقيقة، ونحن كنا ننتظر لحظة التوقيع على الاتفاقيات. خرجوا من الاجتماع المغلق، تم توقيع الاتفاقيات، غادرت أنا رئيس الحكومة في السيارة مباشرة. قال لي أنا أريد أن أحيطك علما بما دار في هذا اللقاء. طبعا لم يحطني الجانب الليبي بذلك يعني. فقال لي طلب مني هناك معارض ليبي اسمه فتحي الجهني مريض، طلب أن يتم قبوله وعلاجه في الأردن، وأيضا طلب الحديث مع الأمريكان للحصول على تأشيرة لأن يلتحق به عند أخوه موجود في أمريكا وهو ناشط سياسي، وتربط علاقة بنائب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جو بايدن هو الرئيس الحالي، وهذا معارض سياسي ومريض ونحن لا نريد نريد الأمر السرية يذهب إليكم لا يعلمه أحد. فكرنا في مصر ولكن مصر الأمور كانت فلتانة ممكن. فطبعا يعني رئيس الحكومة أخذ كل الملاحظات، قال لي ولم أعطيه إجابة قطعية بذلك، قلت له سأعود إلى عمان وستأتي الإجابة من هناك. طبعا مهندس فتح الجهني أنا شخصيا يعني أعرف الرجل، عرفته شخصيا في بيته في طرابلس، ويعني كانت لديه مجاهرة بمواقف معينة، يعني ربما كانت الحكمة تستوجب في ذلك الوقت أن يتم الاستماع إلى كل هذه الملاحظات والأفكار التي تطرح، لا تذهب الأمور أبعد من ذلك. يعني في كل الظروف أبلغني هو، قال لي نحن جلالة الملك وافق على دخوله وعلاجه، لم تخبرني
لم أخبر من الجانب الليبي شيء. وصل الرجل، تم وضعه في المركز العربي، تابعت حالته الصحية، كان منذ البداية حالته حرجة جدا يعني، كما حدثني الدكتور فارس سليم مدير المركز. عالج الرجل ولكنه انتقل إلى رحمة الله. السفارة لم يكن لها علاقة إلا باستكمال الترتيبات الخاصة بوفاته وتسفير الجثمان. هناك وهو بكل أسف يعني أن تكون سفيرا لبلد وأمور معينة تدار بعيدا عنك، هذا الأمر يعني قد لا يقبل. ولا يعرف البعض بأن احترام مؤسسات الدولة واحترام العاملين فيها يعني تعطي هيبة واحترام لهذه المؤسسة وتساعد كثيرا في إنجاح المهمة. أما العمل ذو الطبيعة الخاصة أعتقد هذا الأمر لا يستقيم. الموقف يعني وصلنا إلى في يوم من الأيام إلى مرحلة من التوتر الشديد في العلاقة. كان هناك يعني هاتف في المساء بعد الظهر من وزارة الخارجية ومدير المكتب الخاص للقاء وزير الخارجية بشكل عاجل، فطلبت أنا مهلة يعني خارج البيت. وحتى قلت للرجل، قلت له يعني كلمني، قلت له بنغير ملابسي وبنجيكم لأني لابس جينز. قال لي لا، الأمر لا يحتمل نهائيا، تعال كما أنت. فلما ذهبت إلى وزارة الخارجية قلت مع ناصر جودة وزير الخارجية، قال لي يا سعادة السفير الأمور وصلت إلى حد لا يعتمد ولا يطاق. صدرت تعليمات بإيقاف دخول الشاحنات الأردنية وبتخفيض رحلات الخطوط بين ليبيا والأردن. قال لي والسبب في ذلك أن الأردن أبدت ملاحظات فيما يتعلق بالمشروع الليبي المقدم لتطوير الجامعة العربية. هذه الملاحظات تقترب إلى حد كبير مع الموقف السعودي. فكان الاعتراض شديدا، وقال لي نحن لا نقبل بهذه اللغة وبهذا الخطاب. وقال لي هذه رسالة من جلالة الملك. يعني استمعت إلى كل ما قاله، سألت، اتصلت بالقلم في القيادة أحمد رمضان، قال لي هذا الملف والإجراءات لدى الدكتور البغدادي. اتصلت بالدكتور البغدادي، أسمعني خطابا ناريا، قال لي نحن سنذهب أبعد من ذلك. أنا عرفت أن الرجل يريد أن يوصل رسالة محددة، لأني نعرف أن المكالمات كلها يعني موثقة. في هذه الحالة بحثت عن خط آخر موازي لحل هذه المشكلة. يعني كان الأمر يعني أمام توتر شديد، فاتصلت بوزيد دوردا، كان ماسك الأمن الخارجي وهو صديق على المستوى الشخصي. قلت له في هذا الموقف، وقلت له أعتقد أني حنربطك بمدير دائرة المخابرات في الأردن، كان في ذلك الوقت أيضا شخصية محترمة وصديق الفريق محمد الركات، وأعرف جيدا أن أقصر طريق إلى مكتب الملك يمر عبر الدائرة. قال لي خلاص أنا حنمشي الآن للقائد ونحكي معه. قلت له الأمر ستكون له تبعات. وتحدث الرجلين واتفقنا على صياغات محددة تقال وتنقل، وفعلا يعني تم نزع فتيل الأزمة. بذلنا جهد كبير في هذه المحطات للتشبيك بين البلدين. زارت وفود
على مستوى رفيع وكبير ليبيا، أبرز الشخصيات الأردنية معنويين عشائرية ومسؤولين وصاروا ليبيا، التقوا بالعقيد القذافي، استمع إليهم. أيضا لم تكن اللقاءات يعني بذلك الود الكبير. قبل ما نغلق هذا الملف أستأذنكم في قراءة ما كتب لي الدكتور البغدادي في 5 مايو في 2021 لما تحدثنا عن هذه المحطات. فكتب لي يقول لي طبعا ما كانتش بيني وبينه يعني كان الود شحيحا ولم تكن تلك العلاقة الوقيدة بيننا. فكتب عرفتك من خلال ما تطرحه على العقيد معمر القذافي في تلك الفترة، وهو طرح يدل على قدرتك وشجاعتك وإلمامك بما يدور داخليا وخارجيا، والذي أود تأكيده لك وللتاريخ أن معمر القذافي كان على قناعة كاملة بقدرتك وحنكتك السياسية، وكان يطرح علي بعض ما يدور بينكم، وفي نفس الوقت كان يوجه بدعم حضرتك في توجهاتك، وكان حريصا أن تكلف بوظيفة أكبر مما كنت فيه، ولكن لبعض الأسباب من بعض الأشخاص ربما تأخر ذلك. وللعلم حتى اختيارك سفير في الأردن في تلك الفترة كان عليه تحفظات من بعض الأشخاص الذين ينتسبون إلى بعض الأجهزة الأمنية، وإن شاء الله تطرح هذه الحقائق. والذي أؤكد لك أن معمر القذافي كان صادقا في علاقته معك. بالنسبة للعلاقات الليبية الأردنية، كانت مجموعة من الليبيين لا داعي لذكر الأسماء لا يريدون توطيد هذه العلاقة، ولقد اتفق العقيد القذافي مع الملك عبد الله الثاني على مشروعات أهمها خط المياه وزيادة حجم الاستثمارات في الأردن بالإضافة إلى الدعم المالي للأردن، ولكن هناك من عطل ذلك، بل كان هناك من ينادي بتصفية الاستثمارات الليبية القائمة في الأردن، وخاطبني قال لي لقد ساعدت كثيرا في معالجة حملة من المختنقات في العلاقات الليبية الأردنية، وهذا كان يغيظ عدد كبير من رجال الدولة في ذلك الوقت، وقد طالبوا بأن تتحول تبعية السفارة إلى قلم القيادة نتيجة لعلاقتك المباشرة مع العقيد القذافي. يبقى موقف مهم بالغ الأهمية ينبغي أن يذكر في هذا الموقف، وفي هذا حاضر الدكتور علي بن جليل المستشار الصحي في تلك الفترة، فترة الأحداث وبعد استقالتي من السفارة. اتصل بي الأستاذ المستشار مصطفى عبد الجليل وطلب مني، قال لي نحن لدينا أعداد كبيرة من الجرحى وليس لدينا مال وليس لدينا قدرة على نقل هؤلاء، هل تستطيع بعلاقاتك الطيبة مع الإخوة في الأردن أن يساعدوا في هذا الأمر؟ فسألته عن العدد فقال لي في حدود 100. وكانت في تلك الفترة العمليات العسكرية لازالت مستمرة. طبعا لم أعد سفيرا يعني وجدت يعني بقيت في بيتي، ولكن اتصلت بالديوان الملكي فطلبت موعدا مع الملك. ثاني يوم حدد الموعد ذهبت إليه، يعني استقبلني بترحاب، قال لي يسأل قال لي أمك أنك، قال لي أنا راني أتابع يعني أتابع شخصيا وضعك، وقال لي راني أنا كانت طبعا الأمور لازالت مستقرة، وقال لي راني أنا اتصلت شخصيا ب على رأي بالزلمة وطلبت منا بأن أنك أنت بالنسبة لي صديق يرجى عدم المساس بيك أو أي شيء، لأني قال لي
على رأيه، قال لي أنا عارف اليد ثقيلة عند الجماعة، فقال لي راني وفرت كل شيء، وفرت الحماية الكافية، أي خدمة شيء. قلت له سيدي يعني أنا سألنا، تحدثنا في وكنا كل ما نلتقي نتحدث عن ما هو ليبي وما هو عربي و... فقلت له أتيت إليك أريد فزعة هاشمية. قال لي أبشر. قلت له نحن عندنا أعداد من الجرحى، طبعا أنا وضعته في الحساب يعني في حدود 200 حالة. فقلت له عندنا جرحى وليس لدينا مال وليس لدينا وسيلة نقل وعندناش إمكانية للعلاج. التفت لرئيس الديوان قال له 100 حالة تعالج على نفقتنا في مدينة الحسين الطبية، وقال لي 100 الأخرى بعلاقاتك الطيبة مع مدراء المستشفيات في الأردن بتوزع هذه الحالات. النقل قال لي ليست لدينا طائرات متخصصة في نقل الجرحى، ولكن سنعد طائرات النقل C-130 لذلك. اتصل برئيس الديوان قال له احكي مع رئيس الأركان المشتركة الآن، بيجيه سعادة السفير ويرتب في هذا الأمر. وهذه هي ميزة الدولة، يعني في كل المحطات لم يكن هناك بطء ولم يكن هناك تأجيل. وذكر لي حادثة، قال لي لما استلمت الملك وأصبح ملكا، قال لي الفريق اللي بيعمل معي أعطيتهم توجيهات لإنجاز عمل معين، فسألوني متى تريد إنجاز ذلك، فقلت لهم أمس. قال لي أريد أن أعطيهم، قال لي يعني لا أريد بطء في إنجاز أي مسألة. فبالفعل ذهبت لرئيس الأركان وجلست معه ووضعنا الترتيبات لنقل الجرحى، وفعلا خصصت الطائرة العسكرية الأولى، وجيت أنا معاهم من مطار ماركا إلى مطار بنينة، ونقلنا الدفعة من الجرحى، وتوافدت أعداد كبيرة، وأيضا المستشفيات الأردنية للأمانة. فقلت لهم يعني اتصلت بمدراهم وهي مستشفيات خاصة، قلت لهم جلالة الملك كان كريما وسن سنة حميدة واستقبل 100 حالة، ولا أريد أن أحرمكم من هذا الأجر الكبير وأن تسيروا على هذه السنة. ففعلا يعني وزعت الحالات 20 حالة 30 حالة، وفعلا تم علاج الجميع. هذه محطات قليلة رأيت من الأهمية يعني بمكان أن تعرف. ثم يعني طريقة التعاطي، طبعا تعاوننا في مجالات كثيرة، كان من بينها التعاون في المجال الأمني بشكل واسع، تم تدريب العديد من الكوادر الأمنية. أيضا هناك حادثة مهمة جدا يعني ينبغي أن تذكر. بعد فبراير جاءتنا أعداد، وطبعا أنا يعني يبدو أن يعني استلمت 3 مرات على رأي الإعلامية جيزيل خوري لما عملت معي حوار في BBC، فقالت لي أستغرب يا سعادة السفير، سفير 3 مرات تتغير الأنظمة ولم يتغير السفير. قلت لها يا سيدتي لم يتغير السفير ولم يتغير الوطن، كانت المعايير الوطنية هي المعايير الحاكمة في المحطات 3، ورفاقي الذين عملوا وعملت معهم وتشرفت بأن أكون في معيتهم يعرفون دائما بأن التعبير الرئيسي الذي كان مستخدم في المحطات 3 كان هذه سفارة وطن. وأذكر أن بداية استلامي في فترة النظام السابق استلمت تقريرا من أحد المعنيين ذوي العلاقة في السفارة،
وأبلغني بأن هناك تحفظ على فلان وهناك تحفظ على فلان من الشخصيات المقيمة في الأردن. كان وقت الله يرحمه الدكتور علي عتيقة، علي عتيقة باعتباره وزيرا سابقا في العهد الملكي، وكان أيضا شخصية أخرى كان مسؤولا في الأمن السياسي فترة النظام الملكي. فقال لي نحن نتابع فيهم بدقة وننبهك عليهم يعطي فيها. فوجئ في أول مناسبة كنت عامل عشرة، فوجد الدكتور علي على يميني ووجد الرجل الآخر على يساري أبو هاني. فجاني ثاني يوم قال لي أنا يا دكتور ما حذرتك مني. قلت له أنت درت اللي عليك وأنا درت اللي علي، ذاك شغلك وهذا شغلي، هذه سفارة وطن، هذه سفارة ليبيا. وفي ذلك المكان وفي تلك الفترة حلت الكثير من المشاكل، والأمانة وكلمة حق وينبغي أن تقال. أنا فترة كل العمل اشتغلت مباشرة مع العقيد. سألته مرة في بداية العمل، قلت له هل في ذهنك أي توجيهات محددة؟ قال لي بالنص، قال لي محمد أنا ما أعرفه جيدا، أنك تعرف جيدا وين تحط رجليك. سألت أيضا مرة ثانية، قلت له ثم تحسس من جانب بعض الأطراف في التعامل المباشر بيني وبينك؟ قال لي لا علاقة لك بالآخرين. الأمر الوحيد مع الأستاذ عبد الرحمن شنقم، وهنا لابد أن نتوقف عند هذا الرجل وكلمة حق ينبغي أن تقال. كان للرجل آراءه في فترة النظام السابق، كنا نجلس سويا ونتحدث في ذلك. فعندما توليت جئت في المكتب، قلت له كيف ستجد العلاقة بيني وبينك وأنت الوزير وأنا السفير؟ فقال لي العلاقة بيني وبينك علاقة رفاقية، وأتطلع إلى اللحظة التي تجلس فيها مكاني. قلت له تعرف طبعا علاقة بيني وبين الرجل مباشرة؟ قال لي أعرف، ربي يوفقك أنا أعرف. وقال لي لو أكون أنا شاهد وعلى معرفة لطبيعة العلاقة بينكما وكيف تتحدث معهم، ربما الكثير لا يصدقون ذلك. أيضا خلال هذه المسيرة استلمت الملف الفلسطيني بكل تفاصيله، وهنا سأذكر حادثة محددة. طبعا الملف الفلسطيني بكل ألوان الطيف الفلسطيني وبتناقضاته وباختلافاته، وكان بيت السفير الليبي في الأردن ويعرفه الإخوة الفلسطينيون سواء فترة وجودي في السفارة أو فترة أني خارج السفارة، كان الوجود كبيرا، وكانت الكثير من الملفات الفلسطينية تناقش في هذا البيت. وأذكر واقعة محددة مع الرئيس الفلسطيني أبو مازن، كان في زيارة إلى ليبيا، عمل معاملة لا تليق بالرئيس، كانت هناك دعوة، جاء هنا وعاد يعني غاضبا. اتصل بي السفير الفلسطيني عبد الله خيري وقال لي سعادة السفير هناك مشكلة كبيرة جدا، كانت قبيل انعقاد مؤتمر القمة بأن الرئيس الفلسطيني لن يحضر القمة نتيجة للمعاملة التي عمل بها في ليبيا. الرجاء القيادة الفلسطينية الآن مجتمعة، أتمنى عليك أن تأتي فورا. فعلا جيت، وجدت الرئيس أبو مازن محاطا، كان
ياسر عبد ربه وصعيبة عريقات ونبيل أبو الدينة والقيادة الفلسطينية. كان الرئيس غاضبا ويدخن، تحدث صعيبة عريقات الرئيس عوني المعاملة سيئة ولا تليق. نحن لن نذهب إلى سرت المعاملة التي يعني هذا رئيس دولة فلسطين. استمعت إليه، استأذنت الرئيس الفلسطيني وقلت له يعني تستأذن لي أخي أبو مازن أن نلتقي على يعني على حدة، لأن الرئيس عندما يتحدث وسط معاوني سيتحدث بلغة الصقور، وأنا أريد أن أستمع إليه لا أريد أن أستمع إليهم. وفعلا دخلنا فاستمعت إليه فقال لي أنا الطريقة التي عومي بها كانت سيئة. قلت له ربما العقيد الكذافي لا علم له بذلك. طلبت منه قلت له لا أعتقد، لا أنصحك بأن تكون لك عداوة أخرى خلافا لعداوتك مع إسرائيل تكفيك. بالفعل ذهبت إلى ليبيا التقيت العقيد الكذافي فسألني مازح قال لي كيف حال صاحبك؟ قلت له أصحابي كثر. قال لي لا صاحبك الملك عبد الله هذا كان جيني صغير مع الأولاد، قلت له كبر وأصبح ملك، لكن في صاحب آخر يسلم عليك أبو مازن. فكان قاسيا جدا في كل التعبيرات التي استخدمها. فكما وصلنا من بعد استمرنا نحكو هذه ونعطي فرصة. فقال لي هذا كذا 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 يعني كلام كلام. قلت له سيدي أنت تبي تناسب ولا تبي تشتغل سياسة؟ فك قلت له هذا رئيس دولة فلسطين يستقبل في البيت الأبيض ويستقبل في داونينج ستريت ويستقبل في الأليزي، ألا يحق أن يكون له مكان في هذا المكان؟ هذه فلسطين. أي قائد عربي أو أي زعيم عربي هذا الملف لا يترك من بين يديه. حقيقة بعد الحوار كلنا محمصة مع بعضنا مازحا، قال لي السفراء ما يكلوش في المحمصة، قال لي خلاص بيجي. فعلا جاء الرئيس الفلسطيني واستقبله وكان الاهتمام كبير. وكانت هناك صفحات كثيرة، طبعا الصفحات بالأوراق عديدة ستكون كلها في طريقها في كتاب سيطبع اسمها أوراق سفير. كانت أيضا الحالة العراقية بكل تفاصيلها وتولينا هذا الملف بكامله. الحالة العراقية سألني مرة قال لي من من العراقيين، فقلت له علاقتي بمن كان يحكم وعلاقتي من يحكم مع من يحكم وعلاقتي مع من قد يحكم. لم نتحفظ على أحد، فتحنا الباب للجميع، تحدثنا مع الجميع، استمعنا إلى الجميع. حقيقة في تقديري الخاص كانت تجربة استفدت منها على المستوى الشخصي. فتحت أمامنا الأردن، جامعاتها، مراكزها البحثية، مؤسساتها، لا يفوتني اليوم والأردن تحتفل بعيد استقلالها في هذا اليوم إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان إلى الملك عبد الله الثاني في وإلى كل المسؤولين الأردنيين والشخصيات الأردنية المحترمة اللي ساهموا في هذا العمل، والشكر والتقدير لكل المسؤولين الليبيين الذين تعاملت معهم في هذه المحطات المختلفة، والشكر والتقدير والاحترام لفرق العمل في هذه المحطات الثلاث من الموظفين والذين تشرفت بأنني كنت معهم وفي معيتهم وعملنا معا. وإن كان هناك نجاحات تذكر في هذه المحطات فهي هناك شراكة واسعة ساهمت في إنجاح هذا العمل سواء من الجانب الأردني أو الجانب الليبي. كما أحيي وشكر خاص للموظفين الأردنيين المحليين الذين عملوا معنا في السفارة في هذه المراحل. نحن دائما نذكر الناس بخير، التجربة فيها تفاصيل كثيرة،
فيها محطات كثيرة، فيها علاقات كثيرة. أعتقد بأن ستكون المساحة أرحب وأوسع عندما تسرد في كتاب. لقاء من هذا النوع هو عبارة عن خطوط عريضة ذكرت، أعتذر على الإطالة، ولكنه حديث مرسل وحديث ذو شجون. شكرا لحسن استماعكم، وأنا أسعدني إذا كان هناك أي استفسار أو أي تعليق أو أي تعقيب. السلام عليكم.